أهلا وسهلا، أنا الطالبة الفلسطينية نسرين الخطيب، جيت لأدرس هنا صحافة وإعلام. اليوم جينا للندوة هاي من استدعاء طبعا كل الشكر لها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، لأنها أعطتنا فرصة أن نقدم صوتنا من خلال هاي الندوة، صوت المرأة الفلسطينية التي اقتضت في النساء الجزائريات. إحنا اليوم أخذنا خير مثال من النساء الجزائريات، أخذناهم خير مثال في النضال والجهاد، واقتدنا بهم، أخذناهم قدوة واستمرنا بالطريق اللي مشوا عليها في المجاهد والنضال والمقاومة، لأن المرأة الفلسطينية اليوم تعتبر رمز الثأر والمقاومة والعز والكرامة والصمود. اليوم نشوف من أمثلة من أرض الواقع، طبيبة البارح بتحاول أنها تنقذ أرواح، ولكن بيدخل عليها أبنائها شهداء على حملة المصابين، بالتالي أنه الشهداء أبنائها مصطفين جنبها شهداء وهي بتحاول تنقذ أرواح أخرى، بتحكي ربنا يصبرني ربنا يقويني. فبنشوف قوة وصمود من الشعب بتاعنا كتير كبيرة، خاصة من المرأة الفلسطينية عم بتعاني حاليا في سجون الاحتلال، أشد وأهمج أنواع العنف تمارس عليها في الحبس الانفرادي في سجون الاحتلال. ومنشوف الصحفيات على أراضي الميدان يعرضون حياتهم للخطر تحت القصف، وذلك لإيصال رسالة واقعية حقيقية من أرض الواقع للعالم، نتمنى أنها تكون رسالة إفاقة للعالم الأبكم. دولة الجزائر حكومة وشعبا على موقفها الدائم الداعم لدولة فلسطين، نشكر نثمن موقف الرئيس عبد المجيد تبون عندما قال الفلسطينيون ليسوا إرهابيون. فعليا الذي عنده الحق في الأرض وصاحب الأرض ليس إرهابي، ويدافع بشتى الطرق ولن يهرب ولن يترك شبر من أرضه. نراهم اليوم الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة في مطاراتهم يهربون، هل صاحب القضية يهرب من أرضه؟ يخلي أرضه ويروح يشرد يهرب منها؟ أبدا. فإحنا مستحيل نتخلى عن شبر من أرضنا ورح نضلنا صامدين فيها، وإحنا مش إرهابيين لكل عالم، إحنا مندافع عن أرضنا ورح نضل ندافع، وما أخذ بالقوة سيسترد بالقوة.